السلام عليكم. عيد مبارك.
الحياة الدنيا
Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله أعطر الكون بشفا عشر مريج منقسين مسكا وعنبرا وعبيرا وجعل ذكر المنقسين على ألسنة الناس وردا وآسا وبنفسجا وياسمينا وكافورا. الحمد لله. الله أكبر. 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 الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه خير الغر الميامين. أما بعد، أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته. هذا اليوم يوم عيد الأضحى، يوم عظيم، يوم الحج الأكبر، يوم النحر، الذي نستغل هذه الفرصة أن نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المنبر العظيم مع هذا الجمع الغفير أن يكتب الحجاج لبيته سبحانه وتعالى القبول وأن يردهم سالمين غانمين مسرورين فرحين مغفورين من الذنوب، وأن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمنا وزيارة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا حجة بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب واجمع لنا الشمل وفك الأسر وتولى الأمر واختم لنا بالصالحات أعمالا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمواتنا، اللهم اغفر أمواتنا وخاصة الحبيب زيد الذي توفته المنية بالأمس. اللهم تغمده بواسع رحمتك وادخله فسيح جناتك مع ابائه واجداده مع سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها المؤمنون، بعد هذه او هاتان الخطبتان سيرجع كل واحد منا الى بيته يضحي ليذبح ما يملك من البقر من الجمل من الغنم ما يستطيع وما يملك. فهذا عمل عظيم ربنا سبحانه وتعالى يوجد فيه جزيل الثواب. نحر سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم كان عنده شاتان، وما جاءت في الرواية لما ذبح الشات الأولاني قال صلى
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا لمحمد وآل محمد. لما ذبح الثانية قال هذا لفقراء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تيأس أيها الفقير، قد ذبح لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه صلى الله عليه وسلم نحن في قلبه، يذكرنا دائما، يذبح شاة ويقول هذا لفقراء أمتي، أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى لا نطيل الكلام، إخوة الإيمان والإسلام، نقول نحن اليوم سنذبح وغدا سنذبح وبعد غد سنذبح، نقتل الأغنام. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. فكيف نذبح الأغنام ونذبح أيضا الأخلاق الذميمة التي ونشأت في قلوبنا؟ هل هناك يأمل أنه كامل ويأمل أنه تقي وزاهد ولا يعصي الله أبدا؟ لا، كلنا معاصي، كلنا خطايا، كلنا ذنوب. لنذهب لنذبح الأغنام ونذبح أخلاق الذميمة في قلوبنا، فيا ليت واحد منا يذبح الحسد التي في قلبه في مثل هذا اليوم، ويذبح الحقد الذي في قلبه، ويذبح البغضاء التي في قلبه، ويذبح الشحناء التي في قلبه، حتى إذا ذبح الغنم ذبح جميع الأخلاق الذميمة في قلبه. هيا إخوة الإيمان والإسلام نقتل هذه الأخلاق التي تكاد تجعلنا نكفر بنعم الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في درس مع أصحابه قال: يدخل الآن رجل من أهل الجنة، يدخل الآن رجل من أهل الجنة. إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل صحابي يتمنى أن يرى هذا الرجل. فإذا دخل رجل خفيف الجسم أغبر ثياب يحمل نعليه بيده ولحيته لها مياه من الوقود أثر مياه، دخل المسجد. الصحابة ليسوا يدورون من هو. غدا على رسول الله نفس الكلام، ودخل نفس الرجل. يوم الثالث على رسول نفس الكلام، ودخل نفس الرجل. فعرف الصحابة كلهم أن الرجل المقصود هو هذا. عبد الله بن عبد العاص قال لهذا الرجل: أنا عندي مع أبي
مشكلة حدث بيني وبينها مشكلة، فطردني لا أستطيع أن أنام إلى بيته. قال هذا الرجل تعال إلى بيته فنام مع بعض. نام في ليلة الأولى والثانية والثالثة. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: كان الرجل إذا صلينا العشاء وتناولنا العشاء يدعو بدعاء النوم فينام لا يقوم حتى يأذن الفجر، حتى أذان الفجر. سبحان الله. ولما كان يوم الثالث ودعه عبد الله بن عمرو بن العاص بقوله: أنا أذهب إلى بيتنا وقد صلح الله ما بيننا وبين أبينا، لكن أنا لم أحصل مع أبي، إنما جئت أتجسس ماذا تفعل حتى بشرك الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ثلاث مرات. قال: لا أفعل أي شيء، إنما أنت نمت معي ثلاث ليال، اللي رأيت هو الذي أنا أفعله، أنا أنبسط. سبحان الله. قال: لما ولى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص دعاه مرة ثانية فقال: لا أنا والذي يعني أقول أن أبو الذي به بشرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة هو أنني إذا مت لا أحب لأحد، لا أتضرب لأحد، لا أحسن لأحد، أنا وصفتي صفية لا حب ولا بغضاء ولا شحناء لأحد من القلب. والله سبحانه وتعالى يقول: واذكروا إن ينتهي المسألون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كثرة وأسماء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله دين الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلى هذا. أما بعد، أحبتي وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم كما أوصي نفسي أن نؤمن بتقوى الله. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر أن أبو عمان هذا القرآن وزجر، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمرك بأمره بدأ فيه بنفسه وفن بملائكته وفن فيكم أيها المؤمنون ببقية الجن وإنسه. فقال تعالى مخبرا وألقى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وعلى آله يا أكرم الأكرمين شفاعة صلى الله عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد يا أهل المشتاقين إلى أخي جمال صلى الله عليه وسلم تسليما. وارض اللهم عن جميع صحابة رسول الله أجمعين خصوصا وقال الزائر الى الاخوات انهم في الحق والصلاه
وعلى أسد الله المبارك أمير الإمام المشارك والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وفي الشرك والكافرين وأمس الجيوش المسلمين اللهم ارزقنا حجة بيت الحرام الذي يعلم مفاسدة الناس وأمن وأمنا اللهم ارزقنا زيارة حبيبك ورسولك عليه الصلاة والسلام اللهم رد الحجاج الى مدينه من يرد الدار المساجد الى عالمين مغفورين وسلمين فرجين برحمتك يا ارحم الراحمين واحفظهم من يرد البلاد والمسلمين والمسلمات على احياء بهم والاموات واحفظهم قلوبنا واسقط قلوبنا واجمع شملنا وفك اسرنا وتول امرنا واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر عن الوجوه من المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات الاحياء مولانا سميعهم عليهم في الدعوات اغفر واسقط وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين عيد المبارك وكل عام وانتم بخير وجزاكم الله خيرا kwa maneno mabaya kuwasema watu vibaya kuwa kutaja aibu za watu mambo shafi na mambo mazuri tumalizia kusema angalia ulimi wako lisana la tadhku bihi awrat rijl fakulluka awratu walinasi alzum wa aina إن أبدت مساويا فصنها وقول يا عين للناس أعينوا kwaibu usipende kutumia ulimi wako kutaja aibu za watu au hata ya mtu kwa sababu watu na pia wana ndimi na wewe ni awrat jicho lako usipende kuangalia vitu vya watu ambao wanakosea hakika hata watu wana macho wanaona yako pia ndio kwa sababu wanakosea kwa hivyo tuishi katika kupendana tuishi katika kushirikiana tuishi katika kusemana katika mambo mazuri tuishi katika hedhi tuziue leo kama wanapokufa mbuzi na kondoo na ng'ombe tuziue hizo tabia mbaya ndio ujumbe mfupi kwetu sisi waamini na viongozi na maimamu na wote tuliosali katika msikiti kwa niaba ya shetani wetu Sheikh Mubarak ambaye yuko katika viwanja vya tukufu na hakika jana ametoa taazi kwa niaba ya kwa Sharif Hussein ambaye kwamba amefiwa na mke wake Habib Zaid ibn al-Habib Taha al-Haddad atafungwa leo huko na shughuli zote zitafanyika hapa za kumsalia na kupeleka maziara ya Mangata kwa hivyo tuwe pamoja inshallah katika kutakia dua na ameshatakiwa dua katika kiwanja cha mtukufu na tutaendelea inshallah kutakia dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampende zaidi na ampeleke akafurahie Idi kwake kuliko sisi ambao tunafurahia Idi hapa duniani Mwenyezi Mungu sisi sisi pia tutafika pia tutakusanyika inshallah kama kuna lolote zaidi kwa sababu ya Mwenyezi Mungu